معانا عبر الهاتف واحد من نجوم طلائع الجيش النهارده، واحد من نجوم طلائع الجيش عاده، واحد من الاسماء المهمه جدا في فريق طلائع الجيش، كابتن علي الفيل. كابتن علي، مليون مبروك النهارده، فوز عن كل استحقاق وجداره. مرحب بيك يا كابتن كريم. الحمد لله طبعا على الاداء النهارده والنتيجه. احنا بنحمد ربنا طبعا، ماتش مهم وماتش كبير، نقلنا نقله النادي طلائع الجيش كان يستحقها. ربنا كلل تعبنا ومجهودنا الفتره اللي فاتت، بقينا في مركز كويس. صحيح. ودلوقتي احنا حطينا لنفسنا تارجت وهدف ان احنا ان شاء الله باذن الله ليه ما نبقاش رابع وننافس ونطلق ونبقى قدام فرق، وخصوصا ان احنا لسه واخدين بطوله سوبر واخدينها من النادي الاهلي، فليه لا؟ واحنا ماتشاتنا كلها اللي فات يعني شايف الاداء والنتيجه، وكابتن طارق بامانه الراجل ده تعب معانا الفتره اللي فاتت دي كلها وحفظنا، واحنا النهارده نازلين حتى في النظام وسيستم اللعب نازلين عارفين الزمالك بيلعب ازاي وهنقفل ازاي وهنخطف ازاي. الكابتن عامل سيناريو للماتش، فاحنا نازلين حافظين. وكان توفيق ربنا طبعا قبل كل ده كان معانا الحمد لله. انا حسيت النهارده تقريبا باللي انت قلته ده كله، ان كل حاجه، حتى انا قلت الكلام ده في المقدمه النهارده، كل حاجه مرسومه. يعني كابتن طارق العشري معاكم النهارده كانت كل حاجه مرسومه واتطبقت بالحرف، مفيش حاجه. يعني الاداء الدفاعي اداء منظم، مش اداء دفاعي وخلاص، عشان بعض الناس تعيب كثيرا على كابتن طارق العشري والفرقه اللي بيدربها كابتن طارق العشري او حتى طارق الجيش دلوقتي على الاداء الدفاعي، بس الاداء الدفاعي ده مش حاجه سهله، الاداء الدفاعي ده حاجه صعبه جدا وتكتيكان في منتهى الصعوبه، لو مش منظم هيبقى فيه اخطاء كبيره جدا، وده اللي شفته النهارده يا كابتن علي. والله يا كابتن احنا بنلعب بسيستم، كابتن طارق حاطط نظام في الفرقه، واحنا النهارده يا كابتن لو انت بصيت في الماتش الفرص هتلاقي اغلب الفرص الخطيره هي كانت لينا، مش ان احنا بندافع ان احنا لا احنا كلنا بندافع وبنقفل لا احنا النهارده انت لو بصيت يا كابتن في الماتش هتلاقي لا في الجيش ليه فرصتين وثلاثه واربعه ان لا ده انا هترجم لك الكلام اللي انت بتقوله دوت بقى رقميا. النهارده طلائع الجيش راح بالكوره على الجون او سدد الكوره على الجون اربع مرات، منهم ثلاثه بين الثلاث خشبات. نادي الزمالك 16 كوره منهم 3 بين الثلاث خشبات، فانت لو بنتكلم يعني على عدد الفرص الحقيقيه فانتوا متساويين مع نادي الزمالك النهارده. بالظبط بالظبط، هو الكابتن حاطط سيناريو وحاطط سيستم ان احنا هنضغط امتى ونقفل امتى وهنهاجم امتى وهنخطف امتى كمان، يعني احنا الكابتن محفظنا كل حاجه ومحفظنا ان الزمالك طريقه لعبه بيلعب على الاطراف اكتر الوقت، فاحنا النهارده الكابتن كان قافل الاطراف بزولا والسيسي وكان من تحتهم السنتر باك انا او الزناري، والناحيه الثانيه كان ناصف ومهند، فكان في نظام لعب ونظام في الطريقه للضغط. فالحمد لله طبعا ربنا كلل تعبنا في الفتره اللي فاتت والفتره دي بالثلاثه بونت النهارده، وربنا يكرم ان شاء الله والفتره اللي جايه نبقى في مكان ثاني نستحقه. ايه اللحظه اللي في المباراه قلقت فيها؟ يعني حسيت ان المباراه ممكن بتغييرات معينه حصلت من نادي الزمالك، بلعيبه عندك مثلا وقعت بدنيا، ايه اللحظه اللي انت قلقت فيها وقلت كده المباراه ممكن تتصعب؟ انا في اخر الشوط الاول، يعني هو الزمالك لما ضغط كده في اخر الوقت، هي دي كانت اخطر يعني اخطر وقت في المباراه بالنسبه للزمالك. انا في الفترات اللي هي بعد كده او قبل كده انا ما كنتش حاسس بضغط كبير يعني في الماتش. انا الفتره دي اللي هو في اخر الشوط الاول كان في ضغط علينا كبير وكده، عشان كده احنا كنت بكلم مثلا انا والزناري، كنا بنكلم مهند والسيسي وجابر، لا نمسك كوره نتقل نباصي نضيع اللي هو الوقت اللي الزمالك فيه مستحوذ نضيعه بالاستحواذ، احنا نستحوذ احنا على الكوره نهدي الريتم عشان احنا حاطين نظام وطريقه لعب احنا بنلعب عليه. بس الحمد لله كان ربنا موفقنا قبل كل ده ان احنا النهارده ربنا يكرمنا وناخد الثلاثه بونت من نادي الزمالك، واحنا عارفين نادي الزمالك في الفتره دي مضغوط لان هو بيلعب على بطوله الدوري. صحيح. خسران الماتش اللي فات، فاحنا كنا بنلعب برضه على النقطه دي. صحيح. ان هو بيلعب مضغوط وبيستعجل المكسب، احنا طول ما الماتش 0-0 مع الوقت هو كده كده هيفتح، واللي حصل بالفعل الشوط الثاني مع تغييرات الكابتن طارق اللي هو نزل الصباحي ونزل شحاته الملعب فتح ففي مساحات، فاحنا استغلينا الفرصه دي بتاعت فيكتور وجبناها جول، ربنا كرمنا بالماتش يعني الحمد لله عرفنا نطلع بيه. صحيح. كابتن الكبير كابتن علي الفيل لاعب نادي طلائع الجيش، انا بهنيك ومليون مبروك الفوز النهارده وبشكرك شكرا جزيلا، فوز كان مستحق على نادي الزمالك اليوم.